السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: مئوية الدولة العراقية في زمن أحزاب الخراب. مشاهدينا، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نعد الناخب العراقي أن نبني دولة مؤسسات، نعطي المواطن كهرباء، ماء صالح الشرب، مدارس، مستوصفات، نعتني بالزراعة، نعتني بالصناعة. حان الوقت أن ينفذ، وهو البرنامج الذي يتعلق بالتحسين الاقتصادي والخدمات وتشغيل الأيدي العاطلة عن العمل وتوفير الفرص للجميع وتطوير الزراعة وتشغيل المرأة ورعاية التربية والتعليم. 2013 لن نحتاج إلى مولدات أو شيء من هالقبيل. ستلتزم وزارة الكهرباء بتزويد المواطن العراقي بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية 24 على 24 ساعة. هذا الذي تقوله؟ نعم، هذا برنامج الحكومة بحلول نهاية عام 2013 كل المحطات المتعاقد عليها والتي هي تحت التنفيذ تكون قد دخلت الخدمة، وهي تكفي لتجهيز المواطنين بكامل حاجتهم من الطاقة الكهربائية. في نهاية عام 2013 سيصل إنتاجنا ليغطي كل حاجتنا ولا بل قد تزيد، فأي شيء زائد بالنتيجة لازم الصدرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مرت خلال هذا الأسبوع ذكرى 100 لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، ويتأسف معظم العراقيين أن تأتي هذه المناسبة في زمن حكومات الاحتلال وأحزابها الطائفية التي أوصلت العراق وشعبه إلى الحضيض. هذه المناسبة كانت عابرة بالنسبة لغالبية العراقيين، إن لم نقل كل العراقيين، لأنها لم تعد تعني شيئا لهم، خاصة وأنهم ينظرون بحزن وألم إلى بلدهم المنهوب المدمر، وينظر بعض آخر منهم بخجل، وكيف له أن يحتفل، بل بأي وجه له أن يحتفل وهو لا يملك بلدا يستحق أن يحتفى بمئويته وتحكمه لصوص طائفية قاتلة. عراق النهرين مشاهدين الكرام، البلد الذي أعلنته الأمم المتحدة أول بلد عربي وشرق أوسطي يقضي على الأمية تماما في عام 1980، أصبح اليوم عائما في الجهل والتخلف. العراق الذي كان يمتلك أبنائه خامس أقوى جواز سفر في العالم في فترة السبعينيات، أصبح اليوم وبفضل الأحزاب المتأسلمة أسوأ جواز سفر على وجه الكوكب. العراق الذي امتلك يوما رابع أقوى جيش في العالم عام 1990، أصبح اليوم يملك جيشا بلا عقيدة مخترق تحكمه الولاءات الخارجية والداخلية لأفراد وأحزاب، وتهدده وتتحداه الميليشيات والخارجون عن القانون. تعتبر فترة الاحتلال الأمريكي للعراق وما تلاه من حكومات وأحزاب وميليشيات أسوأ ما شهده العراق على مر عصوره، كما يؤكد مؤرخون. مشاهدينا الكرام، نطرح مجموعة من التساؤلات بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها. كيف تجرؤ حكومات الاحتلال المتعاقبة على حكم العراق أن تحتفل بمئوية الدولة العراقية وهي قد دمرت ببضع سنوات ما بني في 100 عام؟ أيضا نطرح سؤالا آخر: ما الذي حققته حكومات الاحتلال العميلة والعراق اليوم حطام وركام وشعب مدمر؟ ونتساءل أيضا: متى ستنتهي هذه الأحزاب الطائفية الفاشلة في نظر العراقيين من الاستعراض والتباهي بإرث غيرها وإنجازات الماضي والضحك على نفسها وهي لم تحقق أي شيء يشكرها الشعب عليه؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها لكم قناة الرافدين. معنا اتصال السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. يا الله، سلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي حققته
هذه الميليشيات من 2003 لحد هذا اليوم. مئات الآلاف الأبرياء بالسجون. نعم. ملايين من الشعب العراقي تهجر من وراء هاي الميليشيات. نعم. مئات الآلاف العوائل قاعدين بالمخيمات. ميليشيات الخضراء شردوهم من بيوتهم وسرقوا بيوتهم والآن في المخيمات. ما الذي حققته؟ نعم. مستشفى ما بنوا، مستشفى واحدة ما بنوا، مدرسة مثل العالم والناس ما بنوا، سووا ذولا لحد الآن كهرباء ما عندنا، مدارس ما عندنا، أمان ما عندنا، كومة ميليشيات. وأنا السجاي أضحك من شفت البرنامج ها؟ هذا حسين الشهرستاني الخبل إذا هو بلندن يأخذ ديسيبل يعني مال معوقين ها؟ طيب يقول 2013 احنا راح نصدر كهرباء. طبعا هذا حسين الشهر الثاني بلندن. أيه. ممنوع يروح يجيب مثل ابنه هو حفيده، ممنوع يروح يجيبه من المدرسه يوديه للبيت، ممنوع. لانه هذا امام الدوله البريطانيه هذا معوق ديسيبل ما يقدر يعني ما يتحكم على الطفل يوصله للبيت. ذول يحكمون دوله. ذول يحكمون دوله زين. كل اللي بالحكم تحججوا بعدم تقديم شيء للعراق بأن هناك محاربة لهم وهناك أجندات عادتهم، وكما قال هادي العامري أنه أعداء الحسين منعونا من البناء. أنا سؤالي يا أبو علي، أمريكا جاءت بهم بتحالف بريطاني صهيوني جاء بهم إلى العراق مدعومين من العالم كله، العالم اليوم يعترف بهؤلاء، من الذي حاربهم ومنعهم من البناء؟ هم طبعا هو هذا العامري والمالكي ومقتدي والحكيم. براء منكم الحسين، براء منكم علي بن ابي طالب. الحسين يعني انتوا اعداء الحسين، انتوا اعداء الحسين، انتم شوهتم الحسين وشوهتم علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب مو تصعدون على المنابر تقولون رقعت جبتي، علي بن ابي طالب كان يقول رقعت جبتي حتى استحييت من راقعها. ها علي بن ابي طالب ما كان امير المؤمنين؟ نعم. انتم سرقتم هم الانجازات اللي سووها 1500 مليار سرقوا ونهبوا العراق. نعم. هاي انجازاتهم. نعم. والله هذول خزي وعار على تاريخ العراق، على البشريه، سيلعنهم التاريخ ويلعنهم الشعب العراقي. نعم. سيذهبون الى مزبله التاريخ. ابو علي اشكرك، شكرا جزيلا. وصلت الفكره يا ابو علي، شكرا لك من لندن. ويانا السيد كيان من بغداد، تفضل يا كيان، حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي الجماعه مو بس أسوأ حقبة التاريخ الميت، لا تاريخ العراق، العراق شو تقدر دعشة لسنة ميت سنة. نعم. هذا التاريخ بعد احنا نعرفه دعشة اللي في جزء أزيد قابل للزيادة. هذول أسوأ شيء، أسوأ شيء بالبشرية بالإنسانية، هذول الجريمة ينطلق عليهم إنسان ما يحملون صفة الإنسانية. لا عندهم غيرة، لا عندهم وطنية، ما عندهم محبة لهذا الوطن. منجزاتهم أنا أسولف لك منجزات. أرخص شيء بالكرة الأرضية مو بالعراق. الدم العراقي دم بارد ينقتل. أرخص من الحاجة بربع الدم العراقي. هذول منجزاتهم أرامل، مطلقات، كهرباء ما موجودة، ما موجود، صحة ما موجودة، تعليم ما موجود، خدمات ما موجودة، الحياة ما موجودة، كل شيء ما موجود. هذول هاي منجزاتهم. هذول ناس مع احتراماتي لك ناس تافهين، التافه قليله التافه بحقهم. طيب سؤال سيد كيان، سؤال اسمح لي اسمح لي ارجوك انا وياك اسمح لي. تفضل. يقول اعداء الحسين ما خلونا نبني استاذ هادي العامري. اعداء الحسين يعني انت حرامي تقول له علي وياك علي. هو علي مع الحق ومع الباطل، علي مع الحق والحق ومع علي. انتم ناس باطلين، لا تذكرون لا حسين ولا علي. لا تجيبون على لسانكم. هاي الناس ابرياء من عندكم بعد كاف توزع طاطلي، تطلب لك شي شقاف زياره الاربعينيه، توزع كليجه، هاي ما تمشي بعد على الناس. عمي الناس عرفت انتم ناس سراق حراميه مخربين، انتم مخربين. سيد كيان قبل شويه ذكر ابو علي من لندن انه دخلت او سرق من العراق في فتره الاحتلال من 2003 لغايه اليوم
أكثر من تريليون وخمسمائة مليار دولار. يعني هو أرقام طبعا متداولة، لكن المتداول والمجمع عليه هو أكثر من تريليون دولار أمريكي تم تهريبها وضياعها في زمن هذه الحكومات. يقول سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي الأسبق إن ما دخل إلى العراق أو دخل إلى خزينة الدولة العراقية في فترة المالكي فقط كان يكفي لبناء وطن جديد يتسع لثلاثين مليون نسمة. هذه المليارات التي لم تدخل إلى خزائن الدولة العراقية منذ تأسيسها في عام 1921 الدولة الحديثة، شنو وين راحت؟ يعني المواطن العراقي شاف منها، شاف من هؤلاء. أنا أقول لك ذن الأموال وين راحت؟ أنا أقول لك إحنا أسمعني الشعب العراقي ما يهم، أهم شيء إيران تنام مرتاحة، تنام شبعانة، مليارات نعتها، زراعة إحنا ما عندنا هم شيء، ما عندهم زراعة، صناعة ما عندنا هم شيء، عندهم صناعة، نستورد لبن وجبن، معامل أبو غريب مقصرة خطية، وإحنا نستورد من إيران حمولة وسيارات، يسوي العقد بعشرين مليار دولار سنويا ويا إيران على طماطية وخيارة، ما عندنا إحنا هاي طماطة الزبير تكفي العراق، هذولي أموالنا راحت لإيران. والقسم الأكبر لإيران، بس أكو قسم من عدة توزع بين الدول، أمريكا، تركيا إلى آخره، يعني كم دولة توزع بيناتها، لأنه إحنا ما شاء الله الجماعة اللي يحكموننا مو كلهم عبدة إيران، لا نص عبدة إيران، نص عبدة أمريكا، كل واحد يعبد للجهة. والعراق لا ماكو، العراق ماكو أستاذ، خلنا أعطي لك فدح شاية. تفضل. أنا عندنا كلمة ثانية، أعمل بمكان، فعندي صديق مهندس لبناني يشتغل بميناء أم قصر، تمام أستاذي؟ هذا المهندس اللبناني فديوم انا ياب حوار جبناها سوالف، قال راح قلت له اموال لا تعد ولا تحصى ميناء ام قصر، قال راح اعد لك شغله، قلت له قول، قال رصيف للمالكي، رصيف للعبادي، رصيف سيد مقتدر، رصيف العمار الحكيم، رصيف للخزعلي، رصيف الفلان، رصيف الفلان، قلت له زين الشعب ما الى رصيف؟ قال الشعب الى الله، ما الى رصيف. يعني هاي الناس، هاي الناس جريمة، جريمة باقية، كفر كفر بحق العراق، هذا العراق يسوى روسهم وروس الخلفهم، روحوا هيبة العراق، روحوا شخصية العراق، كبرياء العراق، وجايين ويحشون لعن نظام السابق. لا عم نشوف، خلنا أقول لك أنا استرجال، لا عندي بحثي ولا ويا بحثي ولا ماكو بعد بحثي، كلمة حق قال ماكو. صدام حسين، صدام حسين أناقة ولياقة ولباقة وهيبة وقائد حقيقي، وحتى من يلبس البدلة العسكرية تقعد عليه كأنما هو يحل البدلة. بعيداً عن شخص القائد النظام السابق، لكن نحكي عن المنجزات. بس سيد كيان حنطيك الفرصة، حنطيك الفرصة، والله حنطيك الفرصة، بس حنطيك الفرصة كاملة. أرجوك يا أخي اسمعني، لا تقاطعني، تيجي تفتح قاطعني، كافي. الشاعر راح أحكي لك بيت للشاعر، يقول قد طفح الكيل ووصلت الدماء إلى شحمة. طيب. الأذنين. طيب. كافي ماكو لا بحثي إحنا ولا إحنا عراقيين. نعم. وهذا التراب العراقي انتوا خلفوا من ورثكم. صدام حسين قائد دولة حقيقية، برميل النفط بثمان دولارات والشعب عايش. عايش بنعمة، مرينا بحقبة جوع، هي هاي الشعوب تتحمل تمر الجوع فترة وتعبرها، ماكو مشكلة. جوعنا صحيح فترة، بس فترة بسيطة، بس رجل قائد دولة، وإن هذا وهاي الدول كيلة ترجف من عندنا. صدام قائد حقيقي، ويجي احترامات كافي، والفاشل والما اللي يتعثر بمرسوم جمهوري، لو يلعب بخشمة مؤتمر القمة ويجي يحكم، ما يعرف يحكي، ما يعرف يسولف، يخلص لياها سنقتل، سنهجر، سنبني، سندمر. لا انتم تستحوا وانتم ما تستحون، ولا عندكم غيرة، ولا عندكم إنسانية، ولا عندكم وطنية، وعيب. طيب. كلمة أخيرة، عيب طبعا أكبر عيب على هاي العشائر لابس العقال زي العربي، تعرف معنى العقال؟ العقال شرف، العقال هيبة، العقال رجولة، لابس العقال ونايم بالبيت وعايف هذا البلد يروح، وما هذا بلدك. لا هسه وصل للفقير سيد كيان، وصل للفقير. أكتفي وياك فضل. أكتفي وياك بهذا القدر، أنا أشكرك شكرا جزيلا. أنا بس كان المقاطعة اللي رغبت أنه أتناقش وياك بيها أو أقاطعك على مودها، هي موضوع أنه النظام لا يتمثل بشخص، النظام ما الذي قدمته حكومة إلى شعب، بغض النظر عن
يعني اعتقادات الأشخاص أو حب أشخاص لفرد معين مثل صدام حسين على سبيل المثال، ناس تحبه ناس تنتقده ناس تكرهه وغيرها من هذه الآراء، لكن القصد أنه العراق كيف كان وكيف أصبح. عندما نتحدث عن الأنظمة السابقة بغض النظر إن كان النظام السابق صدام حسين أو الأنظمة التي سبقتها، ما الذي حققته هذه الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال، التي قالت للعراقيين سننتشلكم من الدكتاتورية، من الفقر، من الحصار، من الجوع، من المرض، من الأمية، من غيرها من هذه الأمور التي حدثت في فترة الحصار، وسنعطيكم بلدا تتباهون فيه أمام العالم؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه بغض النظر عن طبيعة الأشخاص أو الحكومات أو الأنظمة السابقة. ما الذي حققته هذه الحكومات والأحزاب التي تستمر بحكمها للعام، سندخل بالعام 19 على التوالي، ولم يذكر لها المواطن العراقي أي خير، لم يذكر لها التاريخ أي خير لغاية هذه اللحظة، وهم مستمرون على نفس السياسات بنهج طائفي ومحاصصة في توزيع المناصب وفساد ينهش جسد هذه الدولة. أبو محمد من كركوك تفضل، حياك الله. السيد أبو محمد من كركوك ما موجود. طيب ناجي، أبو ناجي من الناصرية تفضل. طيب فقدنا الاتصال. أبو عراق من الفلوجة تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد. أحييك وحيي هذا البرنامج الطيب وحيي قناتكم. حياك الله أستاذ محمد. بالله عليك هسه أريد أسوي احتفال أنا وعائلتي، أنا وولدي، أي أسوي احتفال بدولة العراق. أسألك بالله عليك، ما ولدي وعائلتي تضحك علي وتقول أنت جاي تسوي شنو احتفال؟ أي عراق هذا عم أستاذ محمد؟ نعم. أنا أسأل من خلال برنامجكم، أريد يطلع لي أي وزير، أي وزير كهرباء، زراعة، أي كان، خلي يسوي مناظرة ويا دولة ويا وزير آخر، خلي كل واحد يحكي منجزات اللي اشتغلها للدولة. أتحداهم من رئيس الحكومة إلى أصغر موظف يقدر يسوي له مناظرة ويا دولة ثانية ويا مسؤول يحكي منجزات اللي سوى. عمي أي عراق هذا أستاذ محمد اللي تحكون عنه؟ عمي لا تقولون عراق، ترى من تقولون عراق تتمزق قلوبنا، توجعنا قلوبنا علي. عمي ذولا سراق حرامية عصابات شوفونا قبل كنا نتحلم على أفلام الرعب، بدي نشوف الأفلام الرعب هسه ما شاء الله بالبلد ما لنا أفلام الرعب دي قدامنا. القتيل والتهجير والبوق يا أستاذ محمد الله يخليكم، مش خلوا بينا. ويجيك يستر بيش، يستر بالدين الإسلامي، يقول لك أنا حزب الإسلامي، أنا حزبي تابع. عمي أي الله تتعرفونه؟ أي حزب شيء منكم الله ومنكم محمد والكم كافي عاد والكم كافي والكم هاي خطيت هذا العراق، والله لا تهجم بيوتكم، والله لا ترجعكم وين كنت تقدمون بالدول، والله لا ترجعون هناك على مكاناتكم أستاذ محمد. ولو طولت علي، احنا اي واحد هسه يحكم هنا الى ولاء الدوله، فكل من جاي يشتغل للدوله اللي داسته، الدوله اللي مخليته عميل هنا. عمي دولة مو حكام، دولة مو اهلها. عمي هذا الحكم اللي داهله هل يحكموه بحقيقه مو كذب؟ يعني ما جاي يشوفون هاي الناس اللي بالشوارع، ما جاي يشوفون هالفقر هذا، وشكم التغييرة غيرة بعدكم. طيب أشكرك يا أبو عراق، وصلت الفكرة، شكرا لك للمشاركة من الفلوجة. ويانا أبو مروة من كربلاء تفضل يا أبو مروة. شكرا جزيلا أخي العزيز، سلام عليكم. وعليكم السلام. أبو مروة لو سمحت تنصي صوت التلفزيون. نعم تفضل يا أبو مروة. للأخير للأخير نصي للأخير أبو مروة. نعم أنا مبتعد عنه. نعم مبتعد. تفضل أخي. أنا
دائما أوجه عتبي على الشعب العراقي. نعم. أنا ما أحب أشوف العراقيين مع الأسف، مع الأسف أقولها طبعا، يتولولون ويتبتبتون بالفضائيات. يا أخي من شجع هذا النظام السياسي؟ من شجع هذا النظام اللصوصي؟ أخي احنا بيدينا جبنا هذول، احنا ركضنا وراء المذاهب، مع كل احترامي لكل المذاهب والأديان، احنا ركضنا وراء المكونات وجعلنا العراق الى مكونات. احنا الشعب وكل انتخابات ودعتك والحسين تشوف بعض المواطنين طبعا مع كل احترامي للوطنيين الموجودين، مع كل احترامي الى شباب تشرين اللي صاحوا نريد وطن. والله العظيم اقسم بالله، اقسم بالله، وانا ادري ومن هذا الشارع ما حد يهم هذا البلد ابدا، ما مواطنين من بدا هذا النظام والى الان الله وكيل قريب الانتخابات اصلا ما يعرفون شيء اسمه العراق، هم الناخبين. والى حد هذه الانتخابات كنا مقاطعين وممانعين على الانتخابات، لانه يكفي تجربه ال 18 سنه ضحك على الناس، يوم عودين تركوا الانتخابات. سيد ابو مروه، سؤال لو سمحت. الانظمه الحاكمه في كل دول العالم تنمي عند عند الشعب مبادئ وأخلاقيات تحببها بالعلم، بالوطن، بالأرض، تنمي عنده أمور وأخلاقيات كثيرة، تعاون وغيرها. لكن في العراق ما جاء به هؤلاء هي أنظمة لتجهيل المجتمع، إهمال المدارس، إهمال القطاع الصحي، السماح بتفشي الجريمة، دعم الظالم على حساب المظلوم. هذه الأمور دفعت الشعب بهذا الاتجاه. السؤال، ليش العتب على المجتمع العراقي وليس العتب والتهم توجه إلى هؤلاء؟ لا، أنا أعتب على الشعب دائما، لأن هذول ما عليهم عتب. أخي لا حياة لمن تنادي. أخي اللي ما يملك شيء ما يعطي شيء. إحنا خلينا نحكيها بصراحة، إحنا ما شفنا رجال دولة من البداية. طبعا هذا رأي من زمان. من زمان هذا رأي، ودعتك والحسين، أقسم بالحسين هذا رأي كان الوحيد أنا ومجموعة سموني بعثي، وسموني وهابي، اللي سماني بعثي واللي سماني وهابي واللي سماني كذا، هاي مع كل احترامي يعني. أنا ما أحب هاي التسميات والله. هم من شعبنا، هم نفسهم. فوالله العظيم أنا آسف أقول هالحكاية مع كل احترامي إلى شعبي الوطني، أقول بالجهنم وحيلو. يعني هاي ثورة تشرين إجت الصحح وتغير، وسمعنا ما سمعنا من كلام لاذع. الله وكيلك سمعنا فتحكي اللي استحي احكي انا هسه بالفضائيه. ليش جماعه طالعين؟ ليش كذا؟ ولكم تعالوا، ولكم تعالوا اللي تتبتبتون بالفضائيات، ولكم تعالوا غيروا. واحنا عندنا دستور، هسه خلينا نؤمن بهذا الدستور. الدستور ده يقول ابو مروه، احنا على كل الحكي تعب اخي. انا اشكرك، اكتفي وياك كلام. شكرا جزيلا لك طبعا اولا يا ابو مروه. كلام قد يكون منطقي وواقعي من وجهه نظر، لكن هو ليس كل وجهات النظر، هو لا يعتبر الكلام العام والشامل. بالنهايه هي اراء، وطرح السيد ابو مروه رايه ويعتقد بانه الخلل في هذا الشعب العراقي هو الذي سمح لهؤلاء بأن يسودوا، بأن يتحكموا بمصيره ومصير بلد كامل. قد تكون هذه وجهة نظر، قد تكون هناك وجهة نظر أخرى تقول بأنه عالم مجتمع دولي فاسد دعم لهؤلاء اللصوص الفاسدين، دعمهم حتى بقتل الشعب العراقي، لم يسلط الضوء على ما يحدث في العراق لأهداف معينة، سمح لهؤلاء بالتسلط بالاستقواء على العراقيين، وبالتالي أصوات العراقيين التي كانت تصدح دائما رافضة لهؤلاء لم تكن تسمع ولن تسمع، لأنه نظام دولي يدعم هؤلاء الفاسدين، فأصبحوا أقوياء، وحتى لو الشعب خرج سيقتل وكما حدث في تشرين. فهناك آراء مختلفة طبعا. عندنا أبو شيماء من بغداد، قد يكون رأي مختلف، نسمع أبو شيماء، تفضل أبو شيماء من بغداد. السيد أبو شيماء من بغداد،
موجود ابو شيماء، تسمعني؟ تفضل يا ابو شيماء. السيد ابو شيماء من بغداد موجود على الخط ويانا ويسمعني. طيب عاود الاتصال مره ثانيه. من عندنا؟ السيد ابو صلاح من تكريت، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا عليك يا ابو محمد الصفا، حياك الله. اهلا وسهلا ابو صلاح. جاي عيني جاي تجي احزاب دمرت العراق. نعم. هذا الحزب باسم نمشى ابو مروان محمد النجوى يعني ما يرحم. نعم. ابو صلاح، ابو صلاح تسمعني؟ اسمعك عينك. اسمعك. ممكن أسمعك. ممكن تعوف، ممكن تعوف اللي بصفك اللي دي يحكي وياك وتحكي وياي انت عن اللي دا تشوفه في هذا البلد. شلون دا تشوف العراق اليوم؟ عوفك من الاخ اللي بصفك اللي دا يحكي وياك. اذا هو يحب يشارك، اذا هو يحب يشارك نسمع منه، لكن انا اريد اسمع رايك انت. انت شلون دا تشوف الوضع اليوم بالعراق؟ والله الوضع بالعراق ما شاء الله زين والحمد لله، بس عندنا العالم المخص وادم شلون شلون زين الحمد لله الوضع؟ شلون بالله من يا ناحيه زين الوضع الحمد لله؟ من ناحيه التجاره يعني ما شاء الله حلو. شنو هي التجاره؟ شنو هي التجاره؟ انت تاجر؟ تاجر يا ابو صلاح؟ تاجر. نعم تاجر. انت تشتغل شنو يا ابو صلاح؟ انا فلاح. فلاح. شو تسوي؟ شو تزرع؟ والله نزرع حنطه شعير. الحمد لله عايشين. احترقت محاصيلكم بفترة الحرائق اللي طالت الحنطة والشعير؟ صحيح احترقت. عندك محاصيل احترقت؟ ايه عندي. طيب هذا الضرر اللي الضرر اللي لحق بك اللي احترقت به محاصيلك، الدولة عوضتك فلوس؟ انطتك تعويض؟ ما على ما انطتني اي تعويض. طيب. هذا قدر الدولة ما انطتك التعويض. التحقيقات تدل على وجود ايدي فاعلة بحرق هذه المحاصيل مثل اللي صار بديالة وغيرها. شلون دا تقول انت الموضوع طبيعي؟ شلون تقول الحياة زينة وكناس دا تحاربكم وتمنع ان انتم تزرعون وتمنع ان يكون العراق عنده اكتفاء ذاتي؟ ابو محمد صحيح. حتى احنا اجل مسافرين الحنطة وما اجل انطون فلوس الحنطة، الاسمدة فعدوها. شلون؟ يعني طلنا كيمياء ومليون صار. شلون يا ابو شلون يا ابو صلاح؟ عندنا هسه احنا الموسم الماضي اي تفرنا حنطة على وزارة التجارة. طيب حتى الان جاء الموسم الثاني واحنا ما مستلمين فلوس. تمام. هذا الكلام وين الحلو بالموضوع اللي تقول الحمد لله الحياة زينة؟ وين وين الزين وين بالموضوع؟ الحمد لله هذا امر يعني طبيعي احنا صار عندنا، يعني انا جاي اقول لك امر طبيعي. هذا صار الطبيعي عندك انه تعيش في بلد سيء يعني يهمل يعني به الفلاح؟ يعني شنو تشارتك شنو تسوي يعني الهيج الهاج؟ لا 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 انا قصدي انت من تقول الحمد لله الوضع زين، قصدك انه انت خلص تعايشت ويا السيء الموجود، خلص صار عندك الموضوع طبيعي؟ صار طبيعي الحمد لله. انت ما استهنيت معنات يعني كلامي من ناحيه على الطبيعه. احنا يعني تعايشنا هاي الامور من سنين معدوده. نعم. انت متعايش ويا السيء الموجود. مضبوط. نعم. اشكرك يا ابو صلاح، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركه. قد يساء فهم المواطن العراقي، قد يحتاج الى تحريك بعض الشيء حتى تخرج منه الكلمات، وبالنتيجه سمعته الفلاح العراقي يعاني، وسنتحدث بعد قليل عن جزء يخص الزراعة العراقية وكيف أنها تعاني اليوم وكيف أن الفلاح المزارع يحارب في سبيل عدم استكماله لهذه الفكرة التي تربى عليها التي يعيش فيها ومصدر دخله اللي هي الزراعة اللي هي تعتبر أساس بلاد الرافدين أصلا منذ القدم. يعني عندنا عبد المحسن من البصرة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ العزيز؟ حياك الله. الله يسلمك. حياك استاذ عزيز. احنا نطالب من خلال منبركم هذا المشرف اللي دافع عن العراق دائما. تفضل بس نص صوت التلفزيون يا عبد المحسن واسمعني من التليفون. استاذ يا اسمع جيد، استاذ نطلب منكم تطاعون هاي الناس الفقره، الناس اللي يعني ما يملك كل شيء، وهسه تشوف
حتى يعني ما نقدر نزرع مزارعنا من وراء هذا ال... نعم يعني السوق الصاعد. نعم هاي نطالب من عندكم دعونا واطلب من عندك عند وليدي دام بجي يا شبعي حتى يعني ابدا يعني مو فتره تكون يعني كلام السيد وزير الدفاع بس الله ينقله. نعم هاي مطالبتنا ونطالبكم انتم في قناه حره نقدر نحصل رقمكم خاص نخابركم عليه مطالبنا لو ما نقدر. والله يا سيد عبد المحسن هو هذا الرقم اللي حضرتك بدك تخابر منه هو هذا رقم قناه الرافدين للمشاركه. اذا عندك قضيه خاصه ارسلها على الواتساب يطلع الرقم مالته قدامكم ارسله برساله او اتصل بنفس الرقم والاخوه يتكلمون وياك. شكرا يا عبد المحسن اتمنى الموضوع اللي طرحته الناس تسمع الجهات المختصه. عندنا ابو شيماء من بغداد تفضل يا ابو شيماء. السيد ابو شيماء من بغداد ابو شيماء اني اسمعك تسمعني او هل تسمعني يعني حقيقه ما اسمعك بعدني بس اسمع انك صوت. وعليكم السلام. وعليكم السلام شلون صحتك حياك الله الله يسلمك. استاذ محمد بالنسبه يعني هسه انتم المفروض هاي هسه احنا العراق هاي كله دا يمر كله بمؤامرات اي وبعدين اللي الشيء صار هاي ذاك اليوم جايبين لنا حفله احنا ناس بلد تعبان جايبين لنا حفله وصار في مئات الدولارات حفله مال رقص. استاذ محمد المفروض طلعوا لكم حلقه ضده يعني احنا مجتمع شعبي. طيب انا سؤال قبل لا نطبل هذا الموضوع انت تعرف موضوعنا اللي حلقتنا لهذا الاسبوع؟ ما والله ما جبت هسه يعني طيب انا حسألك سؤال سريع موضوعنا اليوم هو انه الحكومه هاي الموجوده ببغداد دا تحتفل بمئوية الدولة العراقية 100 سنة على الدولة العراقية الحديثة على تأسيس هاي الدولة. شلون دا تشوف الوضع في زمن هذه الحكومات؟ وين وصلوا العراقيين؟ وين وصلوا الدولة العراقية؟ أستاذ محمد مو قلت لك أكو مؤامرة على العراق. من منو؟ من يعني أكو مؤامرة الحاق ضد العراق ما يخلون العراق. من منو أبو شيماء؟ من الدول هي الدول يعني الدول تعرف أنت يعني هسه دولة دزوها ما الفرقة ماكو هاي يعني هي مال التطبيع يعني تعال طبع ويا إسرائيل أخليك على الرأس ما طبع ويا إسرائيل أخلي المصايب والويلات عليك. طيب. أدمرك الدم عندي سؤال يعني. عندي سؤال لك يا بالضبط. أبو شيماء أنت تقول إنه المؤامرة بالضبط. المؤامرة من إسرائيل من أمريكا هم؟ هو هي بعد ما هي دول بعد مشتركه ضد العراق الله لانه طيب. شنو الله هسه بس العراق استاذ محمد طيب هاي طيب دول. طيب ماشي 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 من اللي احتل العراق يا ابو شيماء؟ من الذي احتل العراق؟ هذا هو احتيادي استاذ هي امريكا دخلت من الدول العربيه السعوديه والكويت تمام تمام دخلت من كل الدول. من اللي احتل العراق؟ هو صار اتفاق مال الدول. من اللي احتل العراق يا ابو شيماء؟ بس جاوبني من اللي احتل العراق؟ امريكا والكيان الصهيوني الامريكا والكيان الصهيوني وبريطانيا مو تمام وبعض الدول الاخرى هاي شيء واحد ما يختلف على هذا الشيء يعني انت يعني هسه احنا بس وصلنا لهذا الجواب انت خلص تمام احنا امريكا اللي احتلت. امريكا لمن جابت؟ ما جابت هاي الاحزاب؟ ما جابت هذه الشخصيات؟ ما جابت هذه الشخصيات التي تحكم اليوم؟ البلد استاذ محمد ماذا حكموا صوره صحيحه؟ هي البلد العراق ترى احسن بلد هسه شوف بالنسبه للرواتب بالنسبه بس شنو سوء اداره انت مو انت بس لا تفرني بس لا تفرني وتوديني وسوء اداره ورواتب. انا بدي اسالك سؤال امريكا من اجتي ودخلت العراق منو اللي جابت وشكلت مجلس الحكم والحكومه الاوليه مو دولة نفسهم اللي دي يحكمون اليوم مو هم نفسهم استاذ محمد تدري شلون هم شلون تقول لي مؤامره شلون يعني تقول مؤامره شلون تقول ابو شيماء شلون تقول مؤامره ومن جاء بهؤلاء هو الاحتلال معارضة يعني شنو معارضة يعني شنو معارضة بس ما عرفوا يعني يديرون البلد بصورة صحيحة من هم يعني من هم اللي ما عرفوا هم نفسهم دول جابتهم امريكا اي هم نفسهم اليوم أمريكا. الموجودين هم نفسهم هي مو كلها جابتها امريكا مو كلها ليش نقول احنا ناخذ حق نقبل حق العالم مو كلها جابتها امريكا اكو ناس جابت غير دول وجدت لانه البلد سقط النظام ولازم يقول لك طيب هسه باختصار انا عندي سؤال لك باختصار يا ابو شيماء عندي سؤال لك انت تشوف وضع الدوله العراقيه الحديثه قبل الاحتلال احسن لو بعد الاحتلال احسن؟ استاذ محمد تدري شلون؟ يعني يشهد احنا كنا تدري شني هسه يطلع لي واحد حتى ما اقول بك يا بناء المعاد وقال لك هذا انا عم مواطن خدمه العراق
وتعبت بالحراك. جاوبني. يطلع لي معه قاعد بأمريكا وما أدري بلندن ويحكي علي يقول هذا. جاوبني يا أبو شمع. بالنسبة للوضع بس شنو هو البشر تغير، بشرنا مو خوش ناس. أعوفك من البشر، الدولة العراقية الحديثة قبل الاحتلال أحسن لو بعد الاحتلال أحسن؟ أستاذ الحزيز، قبل دولة هسه احتلت العراق، طبعا دولة كانت كاملة وجيش وأمن ومخابرات. طبعا هسه الحدود مفتوحة ومن هب ودب بالعراق والحراك. هاي صوت منه؟ هاي صوت منه؟ مشكلة منه هاي؟ هي صوت بدك سوء إدارة محمد. خلاص سوء إدارة. إذا أنت تتفق يا أبو شيماء ويا اللي يقولون أنه العراق سابقا قبل الاحتلال من الملكية إلى اليوم، إلى الاحتلال عفوا، كان دولة مؤسساتية نظامية، الشعبها وضع وهيبة. واليوم العراق في زمن هذه الأحزاب التي تدعي الإسلامية وميليشياتها، اليوم العراق من سيء إلى أسوأ، مو تمام هذا الكلام؟ أستاذ محمد شوف تدري شلون، أولا إحنا ما نعنى أكو ناس جاهدت، أكو ناس ضحت، أكو ناس وصلت للسلطة بدمها موجت جو سهول. فإحنا ما نقبل حق العالم صدق. قبل يعني يعرفون العراقيين قبل، هسه شوف تروح تطب كل واحد 4 سيارات ببابه، حصل علينا قوطية البيبسي كانت، هسه الرواتب الجندي ياخذ له مكان يجدد النهضة، هسه 1.5 مليون ومليونين إلا ربع راتب. تمام يعني هذا الكلام اللي إذا تحكيه. شوف أبو شيماء أنا أشكرك، أتمنى بس تقعد تسمع لو سمحت. الكلام اللي حضرتك تفضلت به كلام صحيح. فترة الحصار التسعينات كانت فترة سيئة جدا على العراقيين من الناحية الاقتصادية، وتفشت الجريمة وانتشرت، وكان اكو حالات مثل اللي تفضلت بها انه جندي مهان ويقعد بالمحطات بالقراجات يجدي أجرة يروح بها للمعسكر. كلام صحيح. وصارت حالات أخرى في هذه الفترة، فترة حصار العالم كله خنقك، مانع عنك كل شيء. طبعا يصير في هذه الدولة هاي الأمور، لكن لو أنت كان مفتوحت لك ونرجع بالتاريخ إلى الوراء، مثل ما قلنا فترة السبعينيات، المواطن العراقي يشعر بقيمة، قيمة نفسه وقيمة بلده عندما يحمل جواز سفر يمكنه من التنقل في بلدان كثيرة حول العالم، كل الدول العربية طبعا ودول أوروبا الشرقية والمملكة المتحدة ودول كثيرة، مصنف 5 أقوى جواز سفر على العالم في ذلك الوقت، واليوم أنت عندك أسوأ جواز سفر. لما ننظر إلى القديم لا تجيب لي فترة الحصار وتحسب ليها هي عراق، احسب لي العراق من 1921 لغاية 2003. هذه دولة عراقية مرت بها حكومات متعاقبة. كيف كان الحكم؟ كان الحكم أن هذه الحكومات سلمت لبعض دولة مؤسساتية، لكن ما جاء به هؤلاء مع الاحتلال، ما الذي قدموه؟ ما المؤسسات التي قاموا ببنائها؟ ما الخدمات التي وفروها للمجتمع العراقي؟ نقطة سريعة بس نأخذ اتصالات. من ضمن الوعود الكاذبة التي وعد بها هؤلاء اليوم اللي يحكمون مع الأمريكان، أنه سيمتلك المواطن العراقي جواز سفر ب3 لغات يمكنه من الدخول إلى كل دول العالم من ضمنها أمريكا وبريطانيا، وسيكون حامل هذا الجواز مهيوبا مقدرا يشعر بقيمته كإنسان، لأنه كان محروم من هاي المواضيع في زمن صدام. طيب وين جواز السفر؟ الشيء الحقيقي الوحيد الذي تحقق من هذا الكلام هو وجود 3 لغات فعلا على جواز السفر، وغيرها لا يوجد. أسوأ جواز سفر في العالم. عندنا اتصال. السيد أبو مصطفى من صلاح الدين تفضل. ألو، حياك الله يا أبو مصطفى، بس لو تنص صوت التلفزيون لو سمحت. حياك الله، تفضل يا أبو مصطفى. شلونك؟ الله يسلمك. حياك. شلون صحتك؟ الله يسلمك، أهلا وسهلا. ضغنات الرافدين أبو أنا أدري. الله يبارك فيك، حياك الله. أبو مصطفى، أبو مصطفى تسمعني؟ نص صوت التلفزيون على الاخير يا ابو مصطفى، للاخير. والله دمر انا ما اطلع، الله لا يرضى على الامريكان. جيب التليفون جيب الجمهور. ابو مصطفى نص صوت التلفزيون، لماذا اسمعك؟ والله صوت بيصدى ومشكله. نص صوت التلفزيون للاخير، اسمعني بس من التليفون. تفضل. الناس مهجره وفايل حضر وكل شيء ما عدا. وين؟
ايه انا بلف المصالح انا كفت والله الحمد لله. نعم. اي والله ما من صلاح المناطق كلها متعبه تتجمع وكل شيء لها. انا اي خدمات كل شيء. هاي بيا منطقه؟ بيا منطقه يا ابو مصطفى؟ منطقه حمرين. حمرين نعم. اي والله. ناحية حمرين تعرفها ما فيها أي خدمات من النظام السابق أي خدمات ما نعم. ليش ما قدموا ذول اللي دي يحكمون اليوم خدمات؟ كل شيء ما يقدمون بس لي... أنا أقول لك انتخابات الشيء. ليش ما يقدمون شيء؟ والله ما يقدمون أي شيء للمنطقة. مو عندهم فلوس وعندهم إمكانيات؟ ما يفيد. بعد وين تروح؟ وين تروح فلوس العراقيين هاي؟ وين تروح؟ والله كلها تروح للنهب. للسلب والنهب. نعم. اي العراق ما في كل اللي يلعب فيه اخوه. نعم. سيد ابو مصطفى الله يكون بعونكم انا اشكرك من صلاح الدين ويانا ابو عباس من البصره، تفضل يا ابو عباس. السلام عليكم محمد اخي شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. اخوي شوف اهل البصره يعني اهل البصره يقول لك زينين وزينين، انا قاعد بجار وجاي اشتغل عمالي وما في يعني شغل بالبصره. نعم. وقرمت علي الى يصير رمي تنقطع الشوارع، اقول هاي الاشارة يعني بدل ما يرمون بين نفسهم ليش ما يرمون على الاحزاب؟ ليش برايك ما يرمون على الاحزاب؟ اه رحم الله والديك، هسه انا جاي بيني وبين نفسي، انا عمري 50 سنه واشتغل بالعماله. اي رحت قدمت على الرعايه قالوا يا بلا تنتخبنا يلا انتخبك، انا ما اخاف من الله، شنو انتخب حزبانه باكر اكبر ما حاسبانه. اي صوتي اي ما لا والله لا انتخبت فلان ولا فلان. نعم. انتخبت واحد مستغل. طيب. يعني يقول لك انتم اهل البصره خير، والله انا قاعد بجار 100,000 قوة طلعها بالعماله. اسعد العيداني صار له كم سنه يحكم البصره؟ رحم الله والديك، فوق 5 سنوات والله. طيب. بس يقول لك العده بالحزب يتلقاه، الفقير ما حيتلقاه بس. هاي السنين اللي بده يحكم بها اسعد العيداني، ايش قدم شيء للمحافظه؟ والله قدم بس الشوارع اللي يم المحافظات، انا اقول لك من ناس والاطراف اليمهم. ولا هاي احنا بقرمت علي قال والله كل شيء ماكو بس ان الله. الامان شلونه بالبصره؟ والله يا اخي حكيت لك انا اول حكايه قلت لك اذا صير عندنا رمي ما نطلع بيوتنا احنا بقرمت علي بعد تسامح. اقول لك ابو عباس سؤال لو سمحت، لما يصير عندكم رمي بالبصره الحكومه تتدخل تروح تلقي القبض على اللي رموا؟ انا اقول لك من تخلص الرمي ورا من نهار الصبح يجون دول شاردين وتجي الحكومه ايش اقول لك احنا خلصنا الرمي. ولا وثاني الليل هم تجي الرمي. يعني الحكومه تجي ما تسوي شيء؟ بالاخير تجي. اي شو تسوي من تجي؟ والله ما هم يجي الليل يجي الرمي نفس الحاله، العرس موجود خير الصبح والله متأذين بالله متأذين. طيب. يعني هذاك اليوم والله يومين ما طلعت للشغل، بريت قاعد بالبيت، وين تطلع؟ تنكسر. نعم. يقول لك امان بالبصره كذب، لا والله. احنا قرمت علي لا والله ما عندنا مال بس والله. الله يكون بعونكم يا ابو عباس، انا اشكرك. ويانا اخر متصل ابو علي من السماوه، تفضل يا ابو علي. الله يسلمك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد الله يساعدك. الله يسلمك حياك الله. والله يا استاذ محمد قاعد استحي لما تقولون كحكومه بالاراك تتصرف. نعم. والله استحي. ليش ما انتم بنفس الوقت تطلقون عليهم مافيا؟ نعم. شنو الاسباب اللي ما تلقون عليهم؟ ما في عصابه. خلينا هذا الطرح لك يا ابو علي، حضرتك وباقي العراقيين انتم تقولون هاي الاوصاف بكيفكم. والله شوف، والله لما تقول الحكومه أفسح منين؟ نعم. عيب اصلا على العراق ينقال عليه حكومه بهيك عصابه مافيا تايهه كانت بالدول الاوروبيه والعربيه وجدت فيها باقت خيرات الشعب. نعم. باقت شرف الشعب. نعم. باقت غيرة الرجال. نعم. عرفت؟ إلا من الشلل مالهم التعبانة مو يقربوهم، واللي ما طاح راس لهم ضعفي. نعم. مو يعني أنت لما طاح راس للتايه اللي كان بالدول يستول وإجا صار هنا عليك زعيم طاح لراس أنت هوش آدمي. طاح لراس أنت ضعفي. نعم. مو لا شوارع لا مدارس لا مستشفيات، انا مريض عرفت بالسكر اعالج بكربلاء من السماء والكربلاء
كل اسبوع نعم. اروح اجيب 200 250 الله يساعد اللي ما عنده. طيب عرفت ابو علي اني اني اشكرك واكتفي وياك لان الوقت انتهى. اعتذر منك طبعا من السماوه. نقرا فيما ورد بعض الاتصال بعض المشاركات من الاخوه المشاركين في الواتساب. احد المشاركين ابو محمد من النرويج يقول: مساء الخير على مقدم البرنامج وكادر قناه الرافدين البطله. على ماذا تحتفل الدوله العراقيه؟ باليوبيل الذهبي لتاسيسها. المفروض الاحتفال على رجوع العراق 100 سنه الى الوراء. باسم النرويج نقدم الشكر للشهرستاني المجنون السارق على تزويدنا بالكهرباء، وعلى أخوه مسيلم الكذاب الذي أشبعنا كذبا من أول توليه رئاسة الوزراء بألو عماد، وإلى يومنا هذا والصراع اليوم قائم على مزادات الرئاسات الثلاثة الرئاسات الثلاث ومزاد بيع الوزارات. رسالة عندنا من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، بسبب الاحتلال الأمريكي الغربي وليحكم العراق حرامية ولصوص والشعب ميت من الجوع. أخوكم أحمد من مصر. شكرا يا أحمد. عندنا أحمد محمد يقول: نطالب وزارة التربية أن تساعد الطلاب في الدفاتر طلاب الثالث المتوسط. وآخر رسالة عندنا من أحد المشاركين يقول: العراق من 100 أمور زينة رغم المشاكل اللي بيه، لكن مو مثل المشكلة من 2003 ومشكلة الأحزاب والميليشيات. يعني يقول قبل الاحتلال ميليشيات مسعورة. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.